أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أكد أن رياضة الفروسية في مملكة البحرين تحظى برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الفارس الأول في المملكة والراعي الدائم للفروسية البحرينية، مشيرا سموه إلى أن اهتمام المملكة برياضة الفروسية بصورة عامة ورياضة جمال الخيل العربي على وجه التحديد نابعا من الإرث التاريخي للبحرين التي تعتبر أحد أكبر معاقل الخيول العربية الأصيلة. جاء ذلك بمناسبة تنظيم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية الأصيلة 11 يومي 4 و5 من ديسمبر الحالي تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وذلك على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: لقد وجهنا الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بتنظيم مختلف البطولات ومنها بطولات جمال الخيل، حيث تبرز من بين المسابقات بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي تحفل بمشاركة واسعة من قبل الملاك والاستبلاط والمرابط في مملكتنا الغالية. أضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: باتت مملكة البحرين تعيش نهضة واضحة في مجالات رياضة الخيل بصورة عامة ورياضة جمال الخيل على وجه التحديد، حتى أصبح العالم يشير إلى مملكة البحرين بالبنان باعتبارها موطنا للخيول العربية الأصيلة. من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن الاتحاد حريص على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة أن الاتحاد يهدف لكتابة نجاح آخر بشأن الاستضافة المثالية وإخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية وفنية بعد أن شهدت البطولات السابقة نجاحات متواصلة، مشيرا سموه إلى أن البحرين تواصل مسيرتها تنظيم بطولات الفروسية على أكمل وجه، وأن بطولة العيد الوطني المجيد إحدى البطولات الرئيسية التي يسعى الاتحاد لتحقيق النجاح فيها دائماً.